الشباب كان مشارك في المؤتمر ومع ختام الفعاليات، انطباعه عن المؤتمر بشكل عام. برحب بيك واتعرف بيك في البداية. اهلا بيك جميلة سعد من اسكندرية، منتدى الحوار الوطني على مستوى المحافظة شاركنا طبعا وتأهلنا لكذا مرحلة، اخرها طبعا المرحلة دي المؤتمر الوطني الشبابي الاول. طبعا اول مرة نشترك في مؤتمر كده، ومبسوطين طبعا ان اخيرا صوت الشباب وصل، ورسالة طبعا بوجهها لشباب اسكندرية محافظتنا الغالية. طبعا احنا هنا بنمثلكم وحضرنا بصوتكم وجات لكم كلمين عن حضورك، هل هو كان بشكل انتقائي ولا كان في قدمت زي اي حد عادي؟ لا، قدمنا على النت واشتركنا في المنتدى واتأهلنا لحد ما وصلنا لهنا، واستقبلونا كويس طبعا لان المؤتمر ده معمول مخصوص لينا للشباب، احنا الشباب الفترة الجاية. شكرا لك. عايزة أوجه رسالة للشباب طبعا، جات لكم الفرصة طبعا، جات لكم الفرصة، انتوا في ايديكم طبعا تستغلوها وتثبتوا نفسكم وتثبتوا وجودكم وتبقوا قد المسؤولية اللي اتحطيتوا فيها. شكرا. أنا اسمي سمر سمير، حاصلة على ماجستير في أمراض النباتات الطبية والعطرية كلية زراعة جامعة اسكندرية، وهنا موجودة الحمد لله في يعني في المؤتمر في شرم الشيخ. الحكاية كانت حكاية نجاح من الأول، لأن إحنا كنا في المنتدى الحواري الأول عبارة عن 2000 شاب تأهلوا لبيت بعد وزارة الشباب والرياضة، مديرية الشباب والرياضة في اسكندرية، فتم تصفيتنا 50، وال50 اختاروا منهم 5، فإحنا بنمثل محافظة اسكندرية، أنا واحدة من 5. أنا بشكر كل مدرب تعب معانا جدا 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 خلال ورش العمل، أستاذ عبد الله الخولي، أستاذ علاء إبراهيم، أستاذ هانم، وأستاذ تامر سالم، وكل زملائي. أنا استفدت منكم جدا، وكانت فعلا يعني كان في مقترحات لحلول، إحنا حسينا إن إحنا فكرنا خارج الصندوق، وحسينا إن إحنا بنبدع فعلا، يعني غيروا فعلا من طريقة تفكيرنا في الحياة السياسية جدا يعني، فكان حاجة فعالة ومؤثرة. وأحب أقول للشباب إن إحنا بالأمل إن شاء الله بكرة أفضل، ولو ما كانش بإيدينا مش هنقدر، ما فيش حاجة هتتغير غير بإيدينا إحنا، وإن شاء الله كل واحد فينا يبدأ بنفسه ويبقى الأمل إن شاء الله. شكرا ليك. الثلاث أفراد أو الثلاث الشباب اللي موجودين معايا برضو، أنا هركز معاكم على سؤال واحد، الرسالة تقولوها للناس اللي ما شاركتش، الشباب اللي ما حلفوش التوفيق إنه يشارك. أمير آدم، محافظ أسيوط، رئيس برلمان شباب محافظة أسيوط. حضرتك بحب أقول للشباب اللي هم ما حالفهمش الحظ وشاركوا، إحنا كنا 2600 شاب في المحافظة تم تصفيتهم ل5، الخمسة دول مش جايين يلعبوا ولا جايين يهزروا هنا، ده هم شايلين حمل المحافظة كلها بمشاكلها، خلاصة 6 شهور تعب وسهر بنجمع في المشاكل بتاعة المحافظة، وجايين هنا مش عشان نلعب، الرئيس أتاح لنا فرصة مش عشان يرفهنا زي ما اتقال علينا امبارح في كل المحافظات، قسما بالله إحنا تعبنا أكتر منكم، إحنا شلنا مسؤولية ولازم نبقى قدها إن شاء الله، وبإذن الله بقوة شباب هتحيا مصر. إن شاء الله. تعرف بيك إسراء جمال عبد الناصر، الأولى على كلية التربية جامعة بني سويف. أنا بس عايزة أوصل رسالة للطلبة كلهم، لأي حد، إن أنتوا فعلا، أنا ما كنتش أحلم إن أنا أقف قدام الرئيس أو إن أنا أكلمه أو إن أنا أكلم رئيس وزراء عادي، كأني بكلم بابا، كأني بكلم أي حد، وإن وزير التعليم العالي سمعني وقلنا له كل حاجة، حتى الرئيس نفسه بدأنا إن إحنا نتشاور ونتحاور، فده ما كانش حد يتخيله إنه يحصل في مصر. أنا كطالبة عادية بس أنا بطالبهم بس إن يكون كل ده ما يكونش كلام وإعلام وكده، يكون في حاجة تنفيذ. يعني انا كوال خارجين عطله يعني، فبال الناس التانيين، فيش تعيين معيدين، انا جامعه بني سويف ما عينتنيش معيده لحد الان، وما فيش، قالوا لي ما فيش في كليه التربيه جامعه بني سويف ما فيش تعيين معيدين. طب انا دلوقتي ايه الفرق بيني وبين الطالب اللي هو عادي، او الطالب العادي خارج، طب يعمل ايه؟ يقعد في البيت؟ طب انا بس بناشد المسؤولين ان هم يشوفوا الطلبه المتفوقين علميا ويحاولوا يستغلوا طاقه الشباب دي، هيودوها فين؟ بس شكرا. شكرا ليك. تعرف بي. اسلام الملاحي، المنصوره. النهارده اليوم الختامي للمؤتمر الوطني للشباب، سعيد جدا ان انا قدرت اوصل للمؤتمر هنا في شرم الشيخ، واحب اقول لاصحابي وحبايبي اللي كانوا معانا في المنتدى الحوار الوطني تابع لوزاره الشباب اللي ما حلفهمش الحظ انهم يطلعوا المؤتمر، احنا هنا صوتكم، واحنا هنا مكلفين بخدمه ثقيله ان شاء الله نقدر ننقل صوتكم، وبالفعل تم نقل صوتكم والتوصيات كلها دلوقتي في ديوان رئاسه الجمهوريه، وبصراحه كل الناس هنا متفاعله، والساده الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه ما بيننا، وما فيش اي مشاكل في التواصل ما بيننا وبينهم. ثانيا بحب اوجه رساله للعالم، رساله حب ورساله سلام من ارض السلام شرم الشيخ، ونقول لهم ان احنا لسنا دعاة حرب ولسنا رعاة ارهاب، بل دعاة علم وحضاره، وان مصر ستبنى بعزم ابنائها، ولن يملي باحد ارادته على شعب
لمصر إن شاء الله، وتحيا مصر بقوة شبابها. شكراً. أختم هذه الرسالة كما قال أحد المشاركين، تحيا مصر. لسه مستمرين معاكم في تغطية فعاليات أو ختام فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب.